السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص ولد المغرب. حلقتنا اليوم على واحد الرجل كان كبير في العمر، نقول ليه الحاج. هذا الحاج هذا راجل لاباس عليه وساكن في واحد الفيلا كبيرة وعريضة في واحد الحي راقي. هذا الحاج كاين غير هو ومراته الحاجة بوحدهم في الفيلا، بنته مع ولده بجوج بهم تزوجوا وداروا حياتهم الخاصة. مرة كيجيو عندهم أو الحاج من الحاجة كيمشيو عندهم، مهم زيارات عائلية لا أقل ولا أكثر. هاد الحاج شنو الخدمة ديالو؟ هاد الحاج ذهيبي، وماشي أي ذهيبي، وإنما عنده شحال من محل ديال الذهب، يعني السيد الحرفة ديال الذهب، وبالتالي ضروري غادي يلقاو الذهب عندو في الدار، يعني في الفيلا. وشي بركة ديال الفلوس، كان داير ليهم واحد الكوفر فور في بيت الناس. مرة كيجيب معاه شي نماذج تاع الذهب، كيحط شي فلوس ديالو هو أولا ديال الكليان أولا شي حاجة باغي يشري بها شي ذهب. المهم التجارة ديالو صافي، داير ليهم كيما قلنا كوفر فور في بيت الناس. هنايا مراتو الحاجة كانت خدامة عندها واحد السيدة سميتها فاطمة. هاد فاطمة مرة كبيرة في العمر تقريبا، ماشي صغيرة بزاف، ولكن شحال من عام وهي خدامة عندهم، ما عمر شافو عليها شي حاجة ديال العيب، ما عمر حصلو عليها شي سرقة. إنسانة أمينة وصادقة، الله عمرها دار. كتخدم عندهم تقريبا يوميا، كتجي مع الصباح وكتمشي في العشية، جوي الخمسة كتمشي في حالتها عند راجلها وبنتها. كانت عندها غير بنت مازال غير شابة وسميتها ليلى. المهم الحاج من الحاجة شنو كانت القضية ديالهم؟ ما كانش الدار كتخوى عليهم، كان ديما عامرة باش بالعراضات. هاد الحاج هذا كان إنسان كريم، وديما معيط لصحابو، معيط لعائلتو، معيط على نسابو، معيط على بنته مع راجلها، أو لا ولده مع مراته أو عائلتهم. ديما الفيلا عامرة، وبالتالي كيكون الشقا والطياب والتخمال ديما. هادشي اللي خلى الحاجة مرات الحاج أن تطلب من هذيك المرأة اللي خدامة عندها، قالت لها شوف يا فلانة كتعرفها بزاف هي وتقريبا شحال من عام اللي خدامة عندها، قالت لها الشقا قوى عليك بزاف وتمارة وكذا، علاش ما تشوفيش شي وحدة تجي تعاونك، شوف هاد تيب المعرفة ديالك نتاقو فيها وتعاونك ونخلصوها. قالت لها ما كاين لا شي لا، انا هادشي راه قادني بارك عليا. قالت لها شوفي غير شوفي شي وحده شويه تفكر ديك الحاجه. قالت لها اجي بعدا بنتك شنو كدير؟ قالت لها غير مريحه وعلاش ما تجيش تعاونك؟ اللهم في المقربين اولى، تعاونك ومن تونسك، وحنا غادي نتعاملوا معها على اساس بنتنا ماشي خدامه ولا شي حاجه، غنتهلاو فيها وندور معها وفي نفس الوقت تعاونك. قالت لها صافي ما قلتي كلام عيب على لا. جابت ليلى. ليلى ما عمرها جات عند امها الفيلا في خدامه، اول مره غادي يجي على الخدمه. دخلت رحبات بها المراه الحاجه الكبيره، رحب بها الحاج وراتها الخدمه. ما كانتش خدمه اللي كبيره، وانما كانت غير كتعاونها شي حاجه بسيطه صافي، المهم راك تعاونها وصافي. اليوم غدا هاد ليلى هادي بنت هذيك الخدامه كانوا كيتعاملوا معاها مولين الدار واحد المعامله ما كايناش. الحاج مرة يدور معاها كيعتبرها بحال بنته. المرأة يعني الحاجة مرة تعطيها حويجات، مرة تدور معاها. البنت مع الولد يعني ولاد الحاج من الحاجة فيما كيجيو كيمدوا لها في يدها، يعني كيدوروا معاها. السيدة مع امها ما خاصهم حتى شي خير مع هاد الناس. المهم واحد النهار اشنو غادي يوقع؟ هذيك البنت ديال الحاج راجلها بوه غادي توفى، يعني الحما ديالها غادي يموت. هنا الحاج من الحاجة خاصهم يقوموا بواجب العزاء، غادي يركبوا في الطوموبيل وغادي يمشيو مع الصباح بكري، وغادي يسدوا الفيلا وغادي يمشيو يعزيو. بطبيعه الحال ملي كيمشيو هما يسافروا اولا كيمشيو شي بلاصه، الخدامه ما كتبقاش في الدار، كتقول لها مولا الدار يعني الحاجه صافي رايح الدار، ملي غادي نجي عاد غنتصل بك. كتقول لها صافي اوكي، هما فاهمين على الشهاده شحال هادي. المهم مشاو يعزيو، تقريبا بقى النهار كامل الحاج من الحاجه وبنتهم في الدار ديال الحمه ديال بنت الحاج من الحاجه. المهم رايحين نهار كامل، مع شوية تسعود ونص بحال ماكاك تاع الليل، قرر الحاج أنه صافي يمشي لدارو وينعس فيها. قال مراتو الحاجة قال شوفي غير بقاي تيا هنايا، باتي مع بنتك هنايا وتلغد ليه، عاد غادي نجي عندك أنا ملي غادي نسالي شغالاتي في المحلات وداكشي، غنجي ونهزك الطوموبيل ونديك الدار. قالت لي عافاك لاباس هنايا معانا كذا؟ قال لا أنا راكي عارفاني، راه عندي السلعة ديال الناس في الدار وخاصني غدا نمشي للمحل ونشوف عندي شي فلوس خاصني ندير موليها شي حوايج ديال التجارة ديالو. قالت لي صافي اوكي سير. مشى صافي، باتو هما بوحدهم هذيك الحاجة مع بنتها تمايا في الدار ديال الحمى ديال البنت. الغد ليه مع الصباح،
كتصل بالحاج ما كيجاوبهاش والو، كتصل به في التليفون ما كيجاوبهاش. وصلت العشرة كما قلنا، وصلت 11 12، الراجل ما بان ما اتصل ما جا، وبزاف على الشغالات ديالو. هنايا تشوف شات بزاف هاد الحاجه هادي. قالت لبنتها، قالت لي شوفي بابا راه ما جا ما والو. قالت لي غادي يكون غير داه الناس اولا عنده شي غرض مشى يقضي على شي ناس. صافي بابا باقي صغير، صافي شويه غادي يبان. المهم الحاجه هنايا عيات من الانتظار، تسنات هذاك الحاج اللي حتى عيات، لانه قال لها تسنيني حتى نجي نديك. قالت البنت عافاك الموصلين الطوموبيل ديالك. قالت لها واخا ماما. ركبات معاه في الطوموبيل وجاو الفيلا ديالهم. ما وصلوا الباب كان مسدود طبيعي الحال، ما كاين حتى شي واحد. حلات بالساروت ديال الحاجه ودخلات، دخلات معاه بنتها طبيعي الحال. دخلوا الفيلا لداخل وهما طالعين في الدروج اللي كيديو لبيت الناس. كيبان ليهم الحاج مقتول في الدروج تمايا وغارق وسط الدم ديالو. تخلعوا، بقات تغوت الحاجه، تغوت بنتها، تلموا عليهم الجيران اللي كاين تمايا. هنايا اش كاين ما كاين؟ اتصلوا بالبوليس. هذيك البنت اللي اتصلت بالبوليس جاو على الفور. الشرطه القضائيه والعلميه والتقنيه بداو كيقلبوا في مسرح الجريمه. شافوا الحاج عينه وهو جثه هامده، كان مطعون عدة طعنات يعني من الكرش ديالو والصدر ديالو والعنق ديالو. تقريبا حصاوها البوليس شي ثلاثة ديال الطعنات او الاربعة تقريبا. المهم هزوه وداوه المستودع البلدي الاموات. بداو كيقلبوا البوليس الفيلا. الفيلا تقريبا ما فيهاش علامات سرقة، ما كاين لا سطو ولا سارقة لا حتى شي حاجة. الباب على حساب تصريحات ديال المرأة مع البنت انهم هما اللي حلوه بالساروت ودخلوا مزيان، ولكن السارقة فين كاينة؟ كاينة الفوق في بيت الناس. المرأة يعني الحاجة قالت البوليس اودي راه واحد الكوفر فور كان ديال الحاج كيدير فيه الذهب ديالو، الراجل راه ذهبي الله يرحمه، وفيه فلوسه وفيه البركة ديالو هو، يعني أي حاجة كيخزنها كيديرها فيه. البوليس كيفاش لقاو داك الكوفر فور؟ لقاوه مقسوم على جوج، يعني باش مقسوم كوفر فور راه صحيح مقسوم بمنشار كهربائي، يعني هاد السيد هذا أولا هاد السارقين عارفين أشنو كيديرو وعارفين راه كاين الكوفر فور هنايا وجايبين معاهم المعدات الضرورية. منشار كهربائي مقسوم يعني قد قد على النص مقسوم، مخيون منو هاديك الأمانة ولا هاديك البركة تاع الذهب والفلوس وباقي خاوي. صافي حاجة أخرى قالوا للحاج أنها مشات والو سيدي، ما ماشية حتى شي حاجة، ما مسروقة حتى شي حاجة من غير هاد الكوفر فور اللي نتوما كتشوفوا فيه بحال ما هكا مقسوم على جوج. صافي هنا البوليس رفعوا اي بصمه اي دليل اي اثر، خلاوه السارقين والقتلات وعاد الحاجه هذا، ومشاو داو كلشي للمختبر الوطني للشرطه العلميه قصد التحليل والخبره الضروريه. هنا البوليس في انتظار التقرير الشرعي ديال الطبيب الشرعي يخرج، وفي انتظار البصمات اللي ترفعات من الفيلا، جاو كيحقوا مع المراه يعني الحاجه وبنتها، واستدعوا بطبيعة الحال ولد الحاج حتى هو يجابوه للتحقيق. هنا الحاجه كتقول هضره وحده، انا سيدي البارح مع الصباح مع جويه تسعود انا وراجلي هذا الله يرحمه ركبنا في الطوموبيل ومشينا للدار ديال الحمه ديال بنتي لانه توفى، مشينا نعزيو فيه مزيان. بقينا النهار كامل، النهار كامل بقينا مع جويه تسعود. هو رجع تسعود تقريبا سولو شي حاجه، قال لي انا غادي نمشي للدار عندي شي شغالات، عندي شي حاجه ما نقضيها، كاين فلوس الناس في الدار، كاين شي دار خاصني نديه للموالي، المهم شي حاجه ديال هو. عرفوا البوليس بانه راه حرفتو ذهيبي مزيان. زيدي كملي، جا للدار وقال لي الغد لي انا غادي نجي ندوز عندك باش نجيبك، ولكن الغد لي كنتسنى فيه كنعيط ليه بدون جواب يذكر. تقريبا وصلت هذيك 12 بحال ما هكاك، قلت لبنتي عافاك اللي موصلين الطوموبيل ديالك، راه باباك راني تشوش عليه بزاف. جابتني هي فاش دخلنا حلينا بسارس ودخلنا لقينا هاد الكارثه هادي قدامنا، هادشي اللي كاين. الولد ما ضاف حتى شي حاجه، قال لي سيدي انا مزوج وساكن بوحدي وعندي مشاريع خاصه وما كنجيش بزاف، مره فين كنجي، امتى اخر مره جيتي في الدار؟ ودابا تقريبا راه واحد شهر بحال ما هكاك ما بقيتش جيت. هادشي اكداته المراه يعني الحاجه مزيان. هنايا بقى ليهم يسولوا شكون، يسولوا العساس. العساس ما كاينش، يعني هاد الناس هادو ما كيستعملوش العساس. الخدامه اتصلوا بها، اللي اتصلت بها هي الحاجه. جات الخدامه، في كنتي البارح؟ قالت لي انا كنت في الدار النهار كامل في الدار، ما جيتي ما مشيتي ما مشيتش لشي بلاصه. لا سيدي بقيت في الدار. امال فالحاجه مرت الحاج الله يرحمه ملي كيكونوا مسافرين اولا خارجين برا الفيلا، كنكون انا غير في الدار، ما عمرني بقيت في الفيلا بوحدي ابدا. اكدات الهضره هذه اكداتها الحاجه، قالت لي يا سيدي تنجي ونعيط لك. ولكن ملي جات اللي حتى كنعرف هذا الخبر الاليم ديال الحاج الله يرحمه، الله ياخذ الحق في هذا اللي قتلو مزيان.
هنايا هذيك الحاجه كيسولوها البوليس، واش الخدامه هذيك تثقي فيها؟ ما نقدرش تكون هي مولا الفعله، وصات عليك شي وحدين كالا جاو دخلوه صفاوه الحاج وقتلوه وداو داكشي ديال الذهب والفلوس. قلت لهم ابدا، اخر واحد نشك فيه هو الخدامه هذه. هذه راه معانا شحال من عمال، هذه تقريبا بحال اختي، هذه راه ماشي خدامه هذه، الله عمرها دار. والفلوس والذهب راه قدامها شحال من عام، يلا غادي تبان ليها دابا؟ لا ما يمكنش. المهم ان فات اي تهمه على الخدامه. هنا كيسولوا الحاجه الحوايج اخرين للبوليس، بحال الا كان شي واحد معادي مع الحاج، شي واحد حاقد ليه، شي واحد ما عندوش معاه، شي واحد مخاصم معاه، شي واحد كان خدام عنده في المحل ديال الذهب وطردو او شي حاجه. عاودوا لينا اي حاجه واقع الحاج مع شي واحد، لا الحاجه لا بنتها لا الولد، كيقولوا نفس الهضره. الحاج راجل مزيان وكريم ويدوس خيه بزاف، مستحيل انه يدير شي عداوه مع شي واحد، الله يعمر دار الحاج. لا وبعد حنا ما عارفين حتى شي حاجه. صافي هنايا البوليس فين يمشي؟ وغادي يمشيو للمحلات تعذب ديال الحاج، كيسولوا الخدامه وكيسولوا الناس اللي خدامين عنده، كيسولوا الناس اللي كيتعاملوا معاه في الذهب وفي البيع والشراء ديالو. ولكن كاملين كياكدوا نفس الهضره اللي قالت مراته الحاجه وبنته وولده. الحاج الله يعمرها دار، انسان مزيان وكريم وحاج بيت الله شحال مره، ما عمرو تخاصم مع شي واحد، ما عمرو طرات شي واحد من العمال ديالهم بحال ولادو. هما حتى هما ياكدوا هضره وحده، ما عمر شي واحد تخاصم معاه، ما عمرو دار شي حاجه خايبه اللي غادي يحقد عليه بها شي واحد. ايوا شكون اللي دخل على الحاج وقتلو بهذه الطريقه؟ لان الطريقه اللي تم الاقتحام بها الفيلا وتقطيع هذاك الكوفر فور بواسطه واحد المنشار كهربائي وقتل الحاج بهذيك الطريقه الهمجيه، راه هادو ناس محترفين وكيعرفوا شنو كيديروا، وعندهم خبار بان الفلوس كاينه في الفيلا، وعندهم خبار بان الحاج ما كاينش هذاك النهار. ربما غير الحاج دركم وصفاو عليه، ربما هذه فرضيه ديال البوليس ان الحاج ما كانوش ناويين يقتلوه، وانما كانت النيه ديالهم غير السرقه، وانما الحاج غير باغتهم في اخر لحظه وصفاوها ليه، ما عندهم حتى شي خيار اخر. هذه غير تكهنات ديال البوليس. هنا البوليس كيرجعوا عند الحاج هادي وكيسولوه، قولنا لالا هاد الحاج هذا شكون اللي كان كيقول ليه من غير كتي انا الفلوس محطوطه هنا، عنده كوفر فور كاين الفلوس كاين الذهب، هادشي هذا كامل من غير كتي ومن غير بنتك وولدكم؟ قالت لي مشكون سيدي، كاين الخدامه. الخدامه انت كتقولي انك ما شاكاش فيها، ولو ان هادشي هذا ما عندناش في القاموس ديالنا، ولكن غير قولي. قالت لي عاوتاني كاينه بنتها. بنتها شكون هي بنتها؟ راه الاسم ديالها ليلى وفي عمرها تقريبا شي 22 عام، وراه مؤخرا دابا تقريبا واحد العام بحال ما هكاك راه ولات خدامه عندنا حتى هي، ولكن ماشي خدامه رئيسيه. الخدامه الرئيسيه يمها، هي غير مره كتجي كتعاونها، ولكن تقريبا راه ولات فرد من العائله. والحاج الله يرحمه كان كيتعامل معاها مزيان، وتا انا مره كندور معاها، وتا هي انا بصراحه كنستبعدها بصراحه، راه بنت درويشه وزوينه ومؤدبه ومخلقه بصراحه، ما عمرنا شفنا عليها شي حاجه خايبه. مزيان خداو البوليس العنوان ديال هاد الخدامه مع بنتها ليلى ومشاو عندهم للدار باذن من النيابه العامه. كيدخلوا كيقلبوا الدار، سولوا راجل الخدامه اللي هو بابات ليلى على اي حاجه، اي تحركات بانت ليه غريبه دارتها ليلى بنته اولا مراته ولا شي حاجه. تاكد بان الامور عاديه، الخدامه يعني مرات السيد هذا، هذاك النهار وقوع الجريمه كانت غير في الدار، مشات حتى شي بلاصه، لان الحاجه قالت ليه هذا النهار هذا غير ريحي. هو قالت لي الهضره هذه يعني راجلها، قالت لها غير ريحي وريحات في دارها، قابلته هو وقابلت بنتها. وبنتك كانت هذاك النهار؟ كانت سيدي، كانت نهار كامل سيدي كانت. مزيان قلبوا الدار كما قلنا كامله مزيان، ما لقاو حتى شي حاجه كدل على ان شي ذهب كاين تام اولا فلوس اولا شي حاجه غريبه مشيت لي. امور عاديه، ناس بصاب على قد الحال. ليلى ملي كيسولوها على برنامج ديالها هذاك النهار قالت لي سيدي انا كنت في الدار ما مشيت حتى شي بلاصه، بقيت كنهتم غير بالوالد وبالوالده وكذا، وعلى باباك شنو كيدير؟ بابا مسكين كان خدام في واحد الشركه ومرض، عطاو حسابه وراه غير مريح في الدار، غير ماما اللي خدامه علينا. وحتى انا وليت كنعاونهم شويه في المصروف ملي وليت خدامه عند الحاج الله يرحمه، الله ياخذ الحق في هذا قتلو. صافي هنا ليلى مع الخدامه ما لقاو عليهم حتى شي حاجه، بينما راجل ديك الخدامه اللي هو بابا ليلى مسكين راه ما عنده لا جهد لا والو، انما عيال مسكين كان تعرض لواحد الحادثه ديال الشغل وطاريش فراش، الله يشافي الجميع. المهم ما علينا، الشرطه القضائيه هنايا مهم تقريبا استبعدات الخدامه مع بنتها، ولكن بقات حاطاهم تحت المراقبه
ربما لان البوليس ما عندهمش شي حاجه هذا ما يديرهاش او لهذه يديرها، اي حاجه كيشكوا فيها. المهم كنرجعوا عند ديك الحاجه عاوتاني، لان الملل الوحيد دابا عند البوليس هو ديك الحاجه. الحاجه بوحدها هي مصدر المعلومات دابا عند البوليس. مشاو ليها، قول لي عافاك واش الخدامه كتثقي فيهم؟ الخدامه عنده في المحل ديال الذهب، عمرهم جاوا هنا؟ عمرهم عرض عليهم الحاجه هنايا وشافوا الكفر فور؟ عارفين شي حاجه؟ قالت لي واش نقول لكم سيدي، واحد جوج خدامه عنده رجعوا مره هنا عرض عليهم الحاج واحد المره، وراهم عارفين ان الحاج عنده كوفر فور وعنده الذهب وعنده كذا وكذا، ما يكونوش هما مالي الفعله. نكذب عليكم والله ما عرفت، ولكن ما يجيهم الساروت تاع الفيلا. قالوا لي البوليس يقدروا يكونوا خونوه لي شي نهار ملي كان في المحل هويا، داروا عليه نسخه ورجعوا ليه الاصليه، ربما كلشي وارد. المهم في الاثناء هذه كيخرج التقرير ديال الطبيب الشرعي. الطبيب الشرعي كيقول لي ما ودي هذا السيد هذا يعني الحاج الله يرحمه تلقى واحد ربعه ديال الطعنات على مستوى الكرش والصدر والعنق ديالو، وراه مات على اثر ديال هذا الشيء هذا، ومات في الدروج. يعني السيد كان غير يطالع، وهذا كيدل على حاجه واحده، انه بعث هذوك المجرمين او الشفاره وقتلوه، ما عادو حتى شي خيار اخر من غير التصفيه الجسديه ليه. بينما الزمن التقريبي ديال الوفاة ديالو تقريبا من 10 للروب، 10 للروب، 10 قسمين، 10 قد قد، هذا هو الزمن التقريبي ديال الوفاة ديالو او بالاحرى القتل ديالو. وعلى ضوء هذا الزمن التقريبي اللي عطاهم الطبيب الشرعي كيرجعوا للخدامه وكيرجعوا عند بنتها ليلى، كيسولوا الراجل يعني بابا ليلى وراجل هذيك الخدامه، ليلى مع مراتك مع جويه تسعود 10 11 فين كانوا؟ كانوا هنا في الدار. مأكد؟ لا مأكد سيدي، مأكد. النهار كامل تقريبا بقاو غير هنا، خرجوا تقريبا مع جويه 11 النهار بحال ما كان، مشاو السوق تقداو دخلوا للدار مابقاوش رجعوا خرجوا برا لبتاتا. دابا البوليس فين غادي يمشيو؟ غادي يمشيو المحلات تاع الذهب ديال الحاج، غادي يسولوا الخدامه اللي كانوا بهم تقريبا المجموع شي 6 الخدامه، غادي يركزوا عليهم كاملين. واخا الحاجه قالت واحد جوج وكان داير فيهم الثقه الحاج شحال من مره جاو عنده الفيلا وعارفين الكوفر فور وعارفين المسائل كامله، ولكن من خلال التحقيق مع الخدامه كاملين عارفين بالمساله ديال الكوفر فور، وكاملين عارفين بان الحاج عنده الذهب في الفيلا وكيحط الفلوس والبيع الشرا ديالو مع الناس ومع كليان ومع اي واحد كتجي من الدار ديالو، لانه كان كيثيق في الدار ديالو على المحل. المحل كيقول شي نهار يتعرض للسرقه ولا شي حاجه كان كيحط الذهب والفلوس في 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 الدار ديالو يعني، وبالتالي خاصهم الحق معهم كاملين، حقوا معهم فعل الناس كاملين بواحد بواحد يعني البرنامج اليومي ديالهم كاملين. لقاهم اصلا كانوا خدامين نهار كامل غير في المحلات، والمحلات تاع الذهب ديال الحاج معاش كانوا كيسدوا، كانوا كيسدوا مع العشرات الليل، بالضبط 10 ديال الليل. وصراحه كاملين اكدوا بانهم راهم ما خرجوش برات المحل، كانوا 3 في المحل و3 في المحل. وباش غادي نعرفوهم فعلا الناس ما خرجوش؟ لانهم دابا الا كانوا سدوا من 10 فعلا الناس وخرجوا راهم ابرياء خارج اطار الشبهات، لان الطبيب الشرعي كيقول بان السيد تقتل مع جوي 10 لاروب 10 القسمين، وما يمكنش هو سد المحل من 10 وغادي يطير الفيلا يقتل السيد من 10 لاروب، لا يمكن. المهم هنا شكون غادي ياكد هاد الهضره هادي؟ هما الناس جيرانهم يعني المحلات الاخرين اللي كيبقاو يسدوا تقريبا في نفس التوقيت 10 10 ونص، كل واحد ومعاش، كل واحد تقريبا والزمن اللي كيسد فيه، ولكن غالبيتهم كيسدوا من 10 ل 10 ونص، هذا هو حبوسهم تما كانوا. اكدوا كاملين بان الخدامه راه ما غادر فيهم حتى شي واحد، لانه ماشي كيدخل هادشي كيبان ليه، الا خرج راه كيبان ليه، بان ليه سد المحل راه كيبان ليه. المهم هما كاملين اكدوا لبعضياتهم بانه حتى واحد ما مشى قبل التوقيت هذا، وبالتالي الخدامه حتى همايا ما عليهم حتى شي حاجه. ولكن باش يزيدوا يتاكدوا البوليس مشاو قلقوا في الديور ديالهم ومشاو سولوا كل واحد على حسب الحاله الاجتماعيه ديالو، كاين اللي مزوج سولوا مراته، كاين اللي باقي عايش مع والديه سولوا والديه، سولوا خوته، سولوا هنا سولوا هنا، والو ما لقاو عليهم حتى شي حاجه. الصراحه انا البوليس وحلو في هذه القضيه هذه، شكون اللي دخل الحاج وقتلو ودالي الفلوس ديالو، او بالاحرى دخل يسرق وتلاقى مع الحاج وصفاه ليه؟ سيغتو ان البصمات ما تلقاتش، البصمات فقط تلقاو في الفيلا ملي رفعوهم البوليس، هما ديال الحاج والحاجه وليلى بنت الخدامه والخدامه الام لا غير.
هنايا بان البوليس بان المجرم هذا ولا المجرمين محترفين بزاف، عندهم نسخة ديال الساروت، دخلوا جايبين معاهم المنشار الكهربائي، فرقعوا هذاك الكوفر فور، داو الفلوس وهما غادين. تلاقى معاهم الحاج صفاو عليه ولادو بالفرار وهما مستعملين في ذلك اللي جات. هذا هو السيناريو اللي عرفوه البوليس، ولكن شكون هما، ولكن شكون هو ولا شكون هما، وشكون اللي عطاهم النسخه ديال المفتاح، وشكون اللي قال لهم بان الحاج حط الفلوس هنايا؟ يعني هاد السيد هذا او هاد الناس اللي داروا الفعله عارفين اشنو كيديروا، يعني خبر خارج غير من العائله تاع الحاج او المحيط تاع الحاج. لهذا البوليس كتفوا التحريات والتحقيقات ديالهم على ولد الحاج، على بنته، على الخدامه، على ليلى، على الخدامه اللي معاه في المحل اللي ذهب. هادو كاملين راقبوهم واحد المراقبه لاصقه 100%، ولكن المراقبه اللي دام تقريبا واحد الاسبوعين حتى 15 يوم ما جابش الاكل ديالها. علاش؟ لان ولدو مع بنته يعني بحثوا معاهم البوليس، لقاوهم واخا هو باهم هذيك الحاج، ولكن هضره الطمع الفلوس يعني ضروري بنادم يدير اي حاجه، ما لقاو عليهم حتى شي حاجه. الخدامه كذلك هو مثال، ناس تبارك الله مزيانين ومعقولين، والحاج كان عازلهم تقريبا، كان كثيق فيهم وعارف اشنو كيدير. الخدامه كذلك هو مثال، ولكن ليلى غادي يطيحوا عليها على واحد القضيه. ليلى في المراقبه ديالها ليها لقاو عليها واحد القضيه، شني انها كانت كتخرج وكتلاقى مع واحد الشاب. هاد الشاب هذا ما كانش كيسكن تما حدا الدرب ديال ليلى، وانما واحد الدرب بعيد، فواحد الدرب اللي هو شعبي. وهاد الشاب هذا عرفوه البوليس، كيعرفوه اصلا هما البوليس، لانه يعني اصلا شادينو شحال مره وعنده سوابق قضائيه، والسي شفار وعنده اغلبيه الشدات ديولو او هذوك السوابق القضائيه ديولو غير ديال الاعتداء، يعني بالسلاح والشفره والسرقه بالعنف، كسرق تليفونات يخول، هذا غير السرقه عنده فقط. لهذا قالوا ما بعيدش يكون هاد خونا عنده علاقه بالجريمه اللي وقعت الحاج، سيرتو انه كيتلاقى مع هاد ليلى، وليلى شكون؟ بنت الخدامه. مزيان، هنايا ما قالوا لي والو وما قربوش لي، وانما بقاو مراقبينهم مزيان من بعيد. تقريبا دامت المراقبه واحد الشهر، لقاوهم كيتردوا على اماكن وحده، كيتلاقاو في واحد القهيوه، كيتلاقاو في واحد لابارتومو. هذاك خونا يعني هاد الشفار هذا اللي كان سميتو عبد الاله، هذا سميتو عبد الاله، ولات عندو واحد طوموبيل، خدا واحد الطوموبيل مع العلم انه ما خدام ما والو، من خلال التحريات اللي داروا البوليس عليه خدا واحد الطوموبيل على قد الحال، ماشي شي طوموبيل واعره، ولكن المهم طوموبيل هو بالنسبه للوضعيه الاجتماعيه ديالو حتى هذيك الطوموبيل ما قادرش يديرها، سيرتو انه ما خدام ما والو. كيفاش حتى 12 او 11 عاد كيخرج كيتلاقى مع ليلى. هنايا ديك ليلى ملي كيمشيو كيسولوا عليها، سولوا الحاج يعني البوليس كيسولوا الحاج، قالوا لها واش ليلى خاطبه شي واحد، كتعرف شي واحد؟ ما قالتش لك ماما خدامه شي حاجه؟ قالت لهم لا، ما قالت لي حتى شي حاجه، ليلى بنت زوينه وتستاهل وكذا كذا مزيان. قالوا لها انت دريويشها. المهم مشاو في حالاتهم، مشاو عند الام ديال ليلى اللي هي الخدامه، قالوا لها قلنا لله عافاك، واش ليلى بنتك خاطبه شي واحد؟ داوي في شي واحد؟ كتخرج مع شي واحد؟ قلت لي لا ابدا، ليلى بنتي لا عمرها دار، بنتي ما كاينش بحالها، مؤدبه ومخلقه، الله يجيب لها شي ولد ناس وصافي. ما قالوا لها حتى شي حاجه. المهم هو باغيين يعرفوا شي حاجه على ليلى، يقدر يكون هذاك غير خطيب ديالها ربما، وهما مشاو بالهم بعيد البوليس. المهم هنا يتاكدوا بان ليلى ناكره على كل شيء وما في خبار حتى شي واحد. هنايا كتفوا المراقبه ديالهم على من؟ على هذاك عبد الاله، غادي يراقبوه 24 ساعه على 24 ساعه، وهو في دار غفلو طبيعي الحال، ما خاصوش يعرف باش يتحرك عادي ويمشي ويجي عادي، ما بغاوش يداهموا البوليس ويشدوهم شنو علاقتك معاه كذا كذا، قدر ينكر وكاع التحقيق البوليسي غادي يخرج زيرو. المهم بقاو تابعينو 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 تابعينو، مره في واحد اسبوع او مره في اسبوعين فين كيمشي؟ كيمشي لواحد الذهبي. هاد الذهبي فين كاين؟ كاين بعيد على الباصق اللي كان فيه المحل ديال هاد الحاج هذا. ذهبي منعزل تقريبا، جا غير بوحدو في داك الشارع، كاين غير بوحدو، كيمشي كيدخل عندو، كيبقى تقريبا واحد نص ساعه، ساعه الا ربع، وكيخرج كيكون هاز معاه شي كارطابل ولا شي حاجه، كيدخل بها وكيخرج بها. طبيعي الحال البوليس ما غاديش يعرفوا شنو اللي كاين فيه الكارطابل، كيخرج. المهم داير هاد العمليه تقريبا
في هذيك الفترة ديال المراقبة شي 3 مرات أو 4 اللي دارها. هما يعرفوا البوليس بأن هاد السيد هذا هاد عديله كيمشي عند هاد الذهبي هذا كيبيع ليه الذهب. هما يمشيو يدخلوا عند هذاك الذهبي، ملي يلاه خرج عديله من عنده مشاو عنده دخلوا عنده البوليس قالوا لي هاد الشاب هذا اللي يلاه خرج من عندك اشنو ليش جا عندك؟ قال لي ماذا؟ والو جابوا يسولني على شي ذهيبات ولا شي حاجه باش يشريهم شي خطيب ولا شي حاجه، وقلب وعزل ولكن ما تفاهمناش على الثمن وشاف حالاته. قال هو كل مره في اسبوع ولا جوج مرات في الاسبوع كيجي عندك يسولك كيفاش هو ما عارفش الذهبي هذا، ما عارفش هو ما عارفش الذهبي هذا ان البوليس مراقبين وشحال هادي وعارفين التحركات ديالو وعارفين شحال من رجل المحل حسبوهم لي. ابقى مصدوم هذاك الذهبي هنايا واعترف قال لي نشوف انا بعيد هادشي هذا، انا راه الصراحة انا غير غرني الشيطان وصافي وكيجيب لي شي ذهيبات وكنشريهم من عندو. قالوا لي قول بحال ما كان من الصباح ارى لينا داك الذهب ويعطيه ليهم. ها هو فينا هو الذهب سيدي؟ وشحال من مرة وانت كتشري من عندو الذهب؟ هو قال لي تقريبا دابا راه واحد شهرين وانا كنشري من عندو، راه كل سيمانة تقريبا كيجي عندي مرة او لجوج كيجيب لي واحد الطرف تاع الذهب. وانت كيفاش كدير لي هاد الذهب هذا؟ هو بلا روسي بلا ورقه، ما عارفو مين جايبو، ما عارف واش قاتل مولاه واش شافرو من شي بلاصه. انا كندوبو سيدي، كيشدو وكيدوبو وكيدير لي اعاده التصنيع، كيصوبو خويا سمات يدبالج سنيسلات وكيدير لي رواسه جداد وكيعاود يبيعو. وشوف هاد الذهبي اشنو كيدير. المهم هنا قالو لي شوف واش عندك النمره ديالو؟ قال لي ما عندي، راه عطيني النمره. قال لي بغيتي شي حاجه اتصل بيا. قالوا لي شوف عيط ليه دابا وقول ليه يجي ويجيب لك شي ذهب، راني جا عندي شي كليان ووصاني على شي ذهب وخاصك تجيبو ليا. صافي داكشي اللي دار الذهبي هذا، هز التليفون واتصل بيا قال لي عبد الله عافاك الا ما جيب لي شي واحد الشونتيو تاع شي ذهب اخر، راه جا عندي شي كليان وما عنديش وانت غادي يكون عندك. قال لي صافي شحال خاصك قد وقد جابو ليه. معجا هو هاز الذهب في الكارطابل واحد العينه محدده ماشي بزاف غير شويه، دخل عند الذهبي مع دخل عنده مع لقاو عليه القبض البوليس وهو في حاله تلبس. صافي هنايا من بعد ما شدوا البوليس عبد الله ادوه الكوميساريه وغادي يعمقوا مع البحث ديال بصح. هنا البوليس قالوا لهذا عبد الله هذا قول لنا سي عبد الله الذهب هذا مين كتجيبو؟ مين جبتيه؟ مين سرقتيه؟ مين دبرتي عليه؟ وحنا عارفينك بلا ما تبقى تكذب علينا، راه عارفينك كتجي ديما عند الذهبي هذا وكتبيع ليه، والذهبي راه عارف شحال من مره جبتي لي الذهب وبعتيه ليه بواحد الثمن اللي هو بسيط بزاف. هنا يا عبد الله ما لقى فين يهرب، ما لقى فين يراوغ البوليس لانه مشدود هو متلبس والذهبي معترف عليه وخاصو يدلي بما يفيد ان هذا الذهب ديالو اولا غير مسخر، مسخرو شي واحد، والواحد اللي مسخرو خاصو يوريه البوليس وخاصو يكون حتى هو عنده الذهب قانوني بصفه قانونيه عنده. صافي وحل وحل وتعرف. وقال لي ما الذهب هذا في الصراحه انا الله يسمح لي وصافي والله يهديني، راه خونتو دخلت واحد النهار واحد الدار دخلت ليها كانوا مولاي مسافرين بان لي الذهب هزيتو وخونتو هادشي مسروق هادشي اللي نقول لكم. قالوا لي شوف انت قررتي انك تتحمل السرقه وما تحملتيش جريمه ديال القتل، شوف انت قاتل مول الذهب هذا، دخلتي للفيلا بالمساعده ديال شي واحد اولا شي وحده وخونتي الذهب وقتلتي مول الذهب ومول الفيلا، اعترف سلك راه حنا عارفين كلشي غير اعترف. هنا يا عبد الله هذا ما فهم والو ملي قالوا لي البوليس انت قتلتي الحاج في الفيلا ديالو وخونتي الذهب، مين جابو هاد المعلومات؟ بقى كفكر هما يقولوا لي البوليس بلا ما تفكر بزاف، راه حنا عارفين علاقتك مع ليلى وليلى راهي اللي زوداتك بالمعلومات. هو ما عارفش هاد اللاعين هذا بان البوليس راهم حاضرين وشحال هادي من نهار ومراقبين التحركات ديالو وعرفوه عنده علاقة مع ليلى وربطوا الأحداث وعرفوا الفيلم كامل، خاصو غير يعترف ويهنينا. ولكن هاد عبد الإله هذا أنكر إجمع عطوة وأنكر علاقته بليلى. هني البوليس ما زادوش مع الهضرة وإنما هزوه وداوه للدار ديالو، داوه واقتحموها وغادي يقلبوها. أشنو غادي يلقاو؟ كيلقاو واحد الكمية كبيرة تاع الذهب، وكيلقاو هداك المنشار الكهربائي مخزون في واحد البراكة في السطح. السطح عندهم كاين واحد تقريبا غير براكة مصاوبة غير بقصدير وداكشي فيها المتلاشيات وفيها المواد اللي ما بقاوش كيستعملوهم، منهم هاد منشار كهربائي تمايا. ولقاو واحد أداة الجريمة عاوتاني، لقاو جنوية
وفيها اثارات الدم، يعني كل شيء محطوط غير تمايا، لان هاد خونا هذا هاد عبد الله كان كيسكن غير راسو، ما كيسكنش مع والديه، ساكن غير راسو هذيك الدار مخلينها لوالديه، ولكن والديه مشاو هاجروا للفيلاج واستقروا تمايا، ولا مرة فين كيطلع عندهم تمايا. هو مسخوط والدين، ما باغي يتزوج، ما باغي يدير شي حاجة مزيانة في حياته، ما باغي يدير حتى حاجة، ملي مشاو واستقروا في الفيلاج بوحدهم ولا كيدير ما بغى تمايا. هذيك الدار عابرة في الشرابات والمخدرات والروينة والسهرات، يعني داير فيها ما باغي هذيك الدار. ما علينا، لقاو هذا المنشار الكهربائي، ولقاو هذيك أداة الجريمة، ولقاو الذهب بكميات كبيرة، وشي بركة على الفلوس بطبيعة الحال. هنايا التهمة لابساك، قالوا ليه البوليس غير اعترف وهنينا. هنايا قرر انه يعترف ويقول الجريمة ديالو كيف دار ليها وكيفاش تمكن انه يقتل الحاج ويسرق الذهب ديالو. قال لي مودي انا بصراحة كنت كنعرف واحد البنت سميتها ليلى، ما خدامة في الديور، وهي البنت بصراحة انا كانت كتعجبني وكنت باغيها وباغي نزوج بها وكذا، ولكن الله غالب ما كنتش قادر اني نزوج بها، ما عنديش، وانا غير داخل خارج الحبس، ما عندي لا صنعة لا حرفة لا حتى شي حاجة. المهم وانا مريح معها واحد النهار اشنو قالت لي؟ قالت لي ودي راني خدمت عند واحد الناس، هذوك نفسهم الناس اللي خدامة عندهم ماما. قلت لها مزيان الله يسخر، على القضية غتعاونيني، وتولي تيا مولا الدار. انا بقيني كنضحكو شوية اش تقول لي؟ قالت لي عرفتي هاد الناس اللي خدامة عندهم ماما راه ما كنتش كنسحابهم على لاباس عليهم بهاد الطريقة، لاباس عليهم بزاف، والراجل يعني الحاج راه خدماتو ذهيبي، وراه تخيل معايا حاط واحد الكوفر فور في بيت الناس، راه فيه بزاف تاع الذهب وبزاف تاع الفلوس، والناس اغنياء بزاف وكدوروا معايا بواحد السخاء وكذا. هي في الاول غير كانت كتهضر، ولكن هو كان كيدخل هادشي هذا او لهاد المعلومات لراسو، لان هو مجرم، لان هو سارق اصلا، هو داخل خارج الحبس بتهمة السرقة. هنايا عجباتو القضية وبدا كيسول فيها، امتى كيكونوا في الدار، امتى مكيكونوش، شحال من واحد كاين في الفيلا، واش كاينه كاميرا، واش كاين العساس، واش كذا. في الاخير عاد استوعبات وعرفات بانه كيفكر انه يدير شي عمليه ديال السرقه. هي في الاول ما بغاتش، ولكن على حساب التصريحات ديال عبد الله بقى كيقنع فيها حتى وافقات. قال لها شوفي، الا ما سرقناش ودينا واحد البركه تاع الذهب والفلوس، باش غادي نجوجو، باش غادي نديرو الدار ديالنا، باش غادي نديرو المستقبل ديالنا، غتبقاي تخدمي في الدور وانا داخل خارج الحبس، وما غنزوجوك ما والو، غادي نكبروا وغادي نبقاو غير بحال ما هكا. يعجبك هذا الحال؟ قلت لي لا ما يعجبنيش. قال لي وديري معايا الخطه، حنايا غادي نسرقوا، ما غناديو حتى شي واحد، هما زايدين راه هادو فلوس، مشى ذهب راه يجي ذهب، مشى فلوس يجي فلوس، راه حنا اللي ما عندناش، حنا اولى بهذاك الشيء. هنا يدخل لها الفكره راسها، قالت لي واش غندير معاك انا؟ قال لي شوفي، خدمتك هي انك غدبري لي على الساروت، النسخه ديال الساروت نبغيها تكون عندي ديال الفيلا. قالت لي صافي غادي نحاول. هي في هذيك الفتره اللي كانت خدامه مع ماماها تما في الفيلا، قدرات انها تهز واحد النهار النسخه ديال الساروت ودارت لها كوبي ورجعتها على القاعه تمايا في الكوزينه، ورجعتها الفيلا تمايا بلا حتى واحد ما يعيق بها. مزيان، هذه اول خطوه عطاتو الساروت. بقات حاجه وحده، وهي انها تشوف ليه النهار اللي غادي يكونوا فيه مسافرين او ما كاينينش، او النهار كامل غادي يغيبوا، او اللي غادي يباتوا شي بلاصه اخرى. مزيان، استغلت هي نهارش النهار اللي قالت الحاجه، قالت لماماها يعني الخدامه، قالت لها شوفي غدا بلا ما تجيب لا والو، حنا راه غادي نعزيو في بابات راجل فلانه يعني بنتها. مزيان، يعني ما غادي يكون حتى شي واحد في الفيلا. هنا هي ليلى تصلات به في الليل وقالت لي اشنو كاين؟ قالت لي غدا راه ما جويت 9:30 راه غادي يخرجوا من الفيلا، وراه ما غاديش يباتوا فيها النهار كامل، غتبقى غير خاويه. ضربتك هنا، قال لها صافي مزيان ملي علمتيني. والغد ليه مشى غير هو بوحدو، ليلى ما مشاش معاه. ليلى كانت مورياه الفيلا وعطيها العنوان وعطيها الساروت، عطاتو جميع المعلومات، ما مشاش معاه، بقات غير في الدار. ولكن هو باش غادي يستعان؟ غادي يستعان بواحد الصديق ديالو، تا هو مجرم بحالو بحالو، تلاقاو في الحبس المرت شنو كان عيط ليه شحال هادي، قال لي استعد واحد النهار غادي نقوم بواحد العمليه وغادي يكون عندك واحد الباي كبير منها. قال لي مرحبا الله يودي. جاو مع الصح بكري مع جوي 7-8 بحال ما هكاك، وقفوا بعيد وحداه الفيلا اللي حتى خرجوا بجوج بيوم الحاج مع الحاجه في الطوموبيل. هو عنده معلومات من عند ليلى ان الفيلا راه ما فيها حتى شي واحد من غير الحاج والحاجه، الا خرجوا راه غتكون خاويه، وما فيها لا كاميرا، ما فيها عساس، ما فيها حتى شي واحد، والخدامه يعني امها
راه في الدار. بقاو كيتحينوا الفرصه المناسبه انهم يدخلوا الفيلا. بقاو واقفين تقريبا شي ساعتين او ثلاثه السوايع وهما كيشوفوا حتى واحد ما يكون تمايا. العساس لا تش حاجه برزتهم واحد العساس كان في الفيلا المقابله، كان حاط واحد الكرسي واقف مقابل هذاك اللي برزتهم وخلاهم انهم يتسناو ثلاثه ديال السوايع. كان داير واحد الكرسي ومقابل من الفيلا، غادي يجيو يحلوا يدخلوا كيشوف فيهم، وبطبيعه الحال غادي يعلم البوليس. ان يبقاو حاضرين وحاضرين وحاضرين لدرجه انه تسناو ثلاثه السوايع كما قلنا. ملي دخل هو يدخل الفيلا هذاك العساس دخل كرسي ودخل، وهما اللي مشاو ديروك سومو الفيلا حلوا بالساروت ودخلوا. هازين بطبيعه الحال منشار كهربائي دايرينو في واحد الدار خنشه، وهازين واحد الكارطابل على ظهورهم. دخلوا دايرين ليغات، دخلوا مزيان كيقلبوا. بقاو هما اصلا ثلاثه السوايع عطلاتهم وهما زادوا تعطلوا. هذاك كوفر فور كان تبارك الله متين بزاف وصحيح، يعني هذاك المنشار الكهربائي تقريبا ضربوا معاه تماره اللي حتى اتقطعه. المهم ملي قطعوه جبدوا الذهب داروه في الكارطابل، جبدوا الفلوس، جبدوا اي حاجه ثمينه هنايا. ملي سالاو وشافروا وقلبوا على خاطر تمايا الفيلا، ملي شافوه في المكانه كيلقاو 9:30 تاع الليل. هنايا قالوا مع راسهم تعطلنا بزاف، واش هذا طولنا فيه بزاف، يلا صاحبي في حالنا يلا. المهم داروا الذهب في الكارطابل كما قلنا، جمعوا المسائل وهما غادين كيسمعوا الباب تاع الفيلا كيتحل. هما يوقفوا تم، وقفوا وداروا الوضعيه ديال التاهب والاستعداد، وبقاو واقفين اللي احتاج هذاك الحاج طالع من الدروج غادي يخرجوا ليه على غفله، غير يخرجوا ليه يلا غادي يبغي يغوت او يهرب مسكين، غادي يقصدوا هد عبد الى هذا بواحد الجنويه ويعطيه طف 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 اللي حتى غادي يموت. صافي غادي يصفي عليه. هادشي علاش البوليس لقاوه مرمي جوج تهامده في الدروج، كان طالع هما يتفاجؤوا به. والتكهنات تاع البوليس صحيحه، هاد الناس هادو ما كانوش ناويين يقتلوه، وانما كانوا غير باغيين يشوفوا ويمشوا حالاتهم، ولكن فاجئهم ما عادوا ما يديروا، خاصهم ضروري يصفيوا عليه تصفيه جسديه. صافي هذيك ملي قتلوه خرجوا ولادو بالفرار. هادشي هذا كان مع جويه تقريبا العشرة وشي حاجه والليل وتا واحد ما كاين. خرجوا بهدوء، تلافتوا هنا ما كاين حتى شي واحد. داك العساس اللي حسن الحظ ديالهم ما كانش ديك الساعه واقف قدام باب الفيلا، لا دوب الفرار حتى واحد ما شافو. صافي من وراء الاعترافات ديال هاد عبد الاله هذا مشاو اعتقلوا هذاك الطرف الثاني في هاد الجريمه هذه، شدوه حتى هويا وتا هو اعترف بنفس التفاصيل اللي قال عبد الاله، وقال لي مودي انا راه غير مشيت معاه على اساس السرقه لا اقل ولا اكثر، هذيك الاقتلاق راه هو اللي قتلو هو اللي هجم عليه، انا ما كانش في بالي بتاتا انا نقتلو شي واحد غير السرقه. هادشي اللي كاين مشاو اعتقلوا كذلك هذيك الليله جابوها. وين جواب هادشي كامل اللي قال عبد الاله والصديق ديالو والنسخه ديال السير شكون عطاها ليهم والتفاصيل الممله ديال اي حاجه اتعرفات بكل ما نسب اليها حتى يعتقلوها. هذاك الموس اللي لقاو في السطح ديال عبد الاله من بعد التحليل اللي داروا ليه لقاو انه كيعود للدم ديال الضحيه ديال الحاج. المنشار الكهربائي كما قلنا هو المستعمل في الجريمه. هادشي هذا كامل كيدين هاد الجوج هادو مع هذيك ليلى. ليلى هي اللي نايض منها الصداع كامل، هي اللي مشات عند عبد الاله هذا خطيب ديالها وقالت لي شنو كاين واتفقات معهم على اساس السرقه. ولكن هي كتقول قدام البوليس ودي انا ما اتفقش مع القتيله، انا راه قلت لي غير شفرو وديك الشفيره غادي نديرو بها المستقبل ديالنا، القتيله ما بيني وبينهاش. ايوا هنايا من ورا هاد الاعترافات ديالهم كاملين وهاديك الادله العلميه اللي طوقاتهم كاملين قدموهم العداله. هذاك عبد الله مع صاحبو بتهمه القتل العمد والسرقه الموصوفه وتحكموا بجوج بهم بالمؤبد، بينما هذيك ليلى عطاوا المشاركه في السرقه الموصوفه وتحكمات ب 20 عام ديال الحبس. دبرات البنت مسكينه على 20 عام ديال الحبس فابور هكاك، ما هي مزوجه، ما هي ضامنه مستقبلها، ما هي حتى حاجه غير شرات الحبس الراسه وصافي. ما علينا، هذه هي النهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. الله يرحم لكم الوالدين وشكرا للاصغاء والمتابعه، والى اللقاء في حلقه قادمه.